متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. كما تتعرفوا بأن غدا الحد 9 يناير 2022 غدا تبدأ كأس إفريقيا للأمم بدولة الكاميرون. المنتخب المغربي مشارك في هذه المسابقة. هذه قبل أي مسابقات سواء قارية أو أوروبية أو عالمية، تيخرجوا مجموعة من المنجمين وتيقولوا لنا فريق إكس غيدي البطولة ولا فريق إكري غيدي البطولة. واش النجم يقدر يتوقع الفرق الفائزة؟ واش هذا الشيء ما تيدخلش في علم الغيب؟ واش إذا كان قادر تنجيم يتوقع لنا بفوز الفريق هذا ولا فريق ذاك، علاش حنا نديروا قاعد البطوله هذه في الاول نعطيو الفريق التروفي ديالو ونخرجوا هانيين؟ من اجل مناقشه القضيه نستضيف السي عبد العزيز الخطابي، من اجل يعني طرح مجموعه من الاسئله حول هذه القضيه. دي السي الخطابي، مرحبا بك. مرحبا. كما قلت الا كنا غادي نتوقعوا اول قبل من هذا السؤال هذا، واش تنجيم قادر يعرف الفائز في كأس إفريقيا أو كأس العالم أو كأس أوروبا أو أي كأس؟ ممكن نعرف هذا إذا كان هذا الفريق أو ذاك عندهم أرقام ديال اللاعبين ديالهم ديال المنتخب، عنده أرقام يعني دو صحيحة، يعني التاريخ الميلاد نتاعهم تيكون صحيح. حيت حنا تنعرفوا بعض الحالات يكونوا مثلا اللاعب عنده 26 عام تيقصوا له عنده 22 سنه، واللي عنده 16 تيزيدوا عامين لا تيزيدوا 3 سنين باش يدخل، يعني كاين واحد شويه ديال التلاعب او اكثر. بمعنى تيجيك انت من الصعب انك باش تدخل يعني في هاد الحسابات. وعدم التنجيم اذا ما عندكش الارقام يعني تو مضبوطه ما يقدرش يعطيك نتائج يعني تو صحيحه. هذا ولكن شي تقول فيه تقدر التلاعب بالاعمار تاع اللعابه نقدروا نفهموا في افريقيا كذا، ولكن في اوروبا تيكون تيبان لي ان القضيه صعيبه، لان من الاول اوروبا انا المنجم الوحيد اللي وقعت الفوز البرازيل في 2002 وفوز فرنسا اوكي وفوز تقريبا ما بقيش عقل. المهم كاين واحد اللي توقعتي بان فوز هذه الفرق، يعني علاش غنتنظموا كاس افريقيا في الاول تعطى الفريق اللي توقعوا المنجم يفوز؟ لا هي كاس افريقيا يعني والحدث ماشي في القضيه ديال التنجيم، يعني القضيه فيها الاستثمارات. ماشي كاين اللعب بوحدو، راه كاين فيه الاستثمارات، كاين فيه مناد داخل. يعني ما يمكنش انت ما غاديش تجيب اي مثلا قلت بان راه الفريق فيه ديال الكاس انا غادي نجي نعطيه الكاس ديال هاك وداك، لا بالعكس، خاص الجمهور يدخل، خاص يتمتع مثلا باللعب، يتمتع يعني بالوطيلات ديالو، بالاكل ديالو، بالمشروب ديالو، المطاعم اللي كتفتح، يعني راه فيها الاستثمارات. والبعض تيقول بان شي تدخل في علم الغيب لان شي الغيب لا تيامنش بهذه المساله. الغيب لا يعلمه الا الله. انا متفق مع هاد الناس هادو، لكن هناك جزء من الغيب عند ذات الانسان، عند باقي الانسان. والغيب بمعنى الغيب جزء منه ملي تكون عند الانسان، اما تتكون ادارسه عندك دراسه عليه، واما تعطيك الله سبحانه وتعالى يعني من عنده بحال اللي عطى مجموعه ديال الناس. اوكي، بمعنى كاين هناك الغيب المقيد والغيب المطلق. الغيب المطلق هو اللي عند الله سبحانه وتعالى، والغيب المقيد يكون عند بعض الناس ماشي عند الكل. احنا ربما الضعف الفكري اللي عندنا والضعف في الرؤيه المستقبليه هي تقدر تخلينا ما تنفكروش في البعد، تنفكروا فقط في القلب، تنفكر فقط يلا غدا شنو غادي ندير. عادة في مراية كرة القدم تيقول حتى واحد ما تيتوقع بالنتيجة تاع المباراة، أنت دابا تتقول لنا بأن القادم توقع بالنتيجة تاع الفائز بواحد المسابقة قارية ولا عالمية، كيفاش؟ بحال دابا مثلا ناخذوا مثلا يعني الرقم ديال يعني الأرقام ديال اللاعبين وتندير له واحد الدراسة نتاعهم وتنشوفوا الحدود ديالهم اللي هي كاينة. إذا تكون الحدود يعني متوفرة، بحال مثلا في 2018 كنت قلت بان المنتخب المغربي ممكن يفوز بالكاس العالم، ممكن يفوز بالكاس العالم، ممكن ماشي يفوز، ممكن يفوز بالكاس العالم الا بغى. علاش؟ اش من كاس العالم ديال 2018 في روسيا؟ اوكي، علاش؟ اول شيء قلت لهم بان المنتخب البرازيلي والالماني والارجنتيني والايطالياني كاع المنتخبات الكبار غادي يمشيو في الدور الاول، يعني غادي يبقى الكاس وحده. شكون اللي يدي؟ غادي يدي فقط ديال اوروبا. اوكي، والمنتخب المغربي كله تا كيلعب فيها. كله تيلعب في اوروبا. شنو اللي خاص؟ قلت لهم حاسه وحده، قلت لهم دي كاينين اللعابه اللي عندهم حظوظ هاد الاسماء تاعهم، واللعابه اللي ما عندوش حظوظ ما خصوش يدخلوا كاع يلعبوا هاد الاسماء ديالهم. فاذا به دخلوا واحد من دوك الغير المحظوظين ماركا البيت عليهم. في اخر مطاف. وما قدرناش ندو كاس العالم. شكون قلت لك انايا؟
بعد ما كون هني كون كل ما دخلش هذاك اللعاب اللي ما اللي سجل كان الاخر غادي تكون غادي دير تعادل وغادي تزيد الدوزيام تور اوكي. اما ملي دخلت دخلوا في اخر دقيقه يعني باقي ما عرفتش شي 5 دقائق ولا 6 دقائق دخلوا ويمارك البيت على راسه. واخا دابا الان كاس افريقيا كما قلنا في التقديم غتبدا غدا الحد السعوديه، اشنا هي التوقعات ديالك وشنا وشكون الفريق والمنتخب اللي يقدر يفوز بهذا؟ لا هو المنتخب المغربي بعدا انا يعني انا كم مغربي وما نبغيش نهضر على الفريق ديالي انه يخسر. هذه بعدا لا خلي التوقعات، خلي مغربي ولا مصري، انت دابا التوقعات لا في التوقعات شكون المنتخب اللي غيفوز؟ لا التوقعات المنتخب اللي غادي يقدر يفوز هو المنتخب المغربي عنده حظوظ ولكن ماشي عنده حظوظ، كاين حظوظ صعيبه ماشي عنده حظوظ كاين عنده صعيبه، لكن الا كان بالعزيمه ديالو يقدر يوصل واحد مرتبات مزيانه. لكن الحظوظ كاينه عاوتاني عند المنتخب الجزائري اوكي. وباش نشكل لك هذه يعني باش ما نبقاش ما بين الطرفين، لان نقول لك هو المنتخب هو الكاس وكاس يعني كاس افريقيا غادي يكون من نصيب شمال افريقيا. غادي نخليها لك هكذا. ولكن بعض المتتبعين للشأن الكروي غتلقى صعيب قاسالة اللي يقول لك لان الكره الان تطور كره شمال افريقيا متطوره على الكره في جنوب افريقيا والوسط ديالها. علاش؟ يعني الكره الشماليه الان هي في الجزائر في تونس في مصر. الفرق اللي تديو كاس العصبه وكاس الكاف هما من الفرق المغرب والتجارب. لا ولكن كاين واحد النقطه راه كاس سميتو كاس افريقيا راه ليس هو كاس العرب. كاس العرب راه مسال ديه، لكن كاس افريقيا راه مش صعب. نعم راه ماشي مسال باش ديه، راه مش صعب باش ديه. ولهذا باش انا قلت لك زعما حيت كاين واحد الحظوظ يعني معني متوازنه يعني بين المنتخب المغربي بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري والمنتخب المصري. يعني كاينه في المنتخب يعني المنتخبات الكاس الافريقي ما يخرجش عند المنتخبات تاع شمال افريقيا. لا ما يخرجش عليها. واش ولكن التوقعات واش مبنيه على ما هو فلكي ولا غير توقعات ديالك؟ لا هذه التوقعات يعني فلكي يعني ما غاديش يخرج على دوش شمال على شمال يعني افريقيا. بحال واحد راه قلت بان مثلا كاس العالم ديال 2010 وقيلا فاش كان داتو لاسبانيا 2010 قلت بان داتيه اول دوله اللي ما عمرها ما داتو اول مره غادي ديه يعني الدوله اللي ما عمرها ما داتو وربما غادي تكون من افريقيا. قلت أن تقدر تكون من افريقيا. يعني التوقعات ديالكم ما تتكونش يعني دقيقه و 100% في الاحتمالات ديال فيها تكون في الاحتمالات خاصها تكون يعني واحد الحدود يعني عندك دو متوازنه. ما يمكنش تقول هذا اللي يدي ولا هذا اللي يدي يعني هذا عنده حد وهذا عنده حد. شكون اللي تيبقى فقط يلا في اللي عنده عزيمه اللي غادي يقدر يديه فيها. اما الحدود تكون يعني متوازنه من الصعب باش تقول هذا يدي ولا هذا يدي. رغم العلم التنجيم والعلم الفلكي هو علم اللي هو قديم بزاف ولكن لحد الساعه الناس ما تيتعاملوش به بنوع تاع الجديه. علاش في رايك؟ وتيربطوا بالدين وتيربطوا بالإيمان؟ لا هو ليس تعلق بالدين. لا هو دابا علم التنجيم تيتقرا في امريكا تيتقرا يعني في اوروبا تيتقرا في الصين تيتقرا في اليابان اوكي. احنا المشكله ديالنا ما تيتقراش عندنا حتى 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 علم فلك اوكي. علم فلك ما تيتقراش عندنا. هذا بمعنى ان مثلا احنا باقيين تنعيشوا في واحد العلوم قديمه بحال مثلا الاداب باقي في الاداب القديم باقي مثلا في القانون القديم باقي في السياسه القديمه باقي يعني باقي بعد مواد اللي باقا اللي حنا عشنا فيها 40 سنه ولا 50 سنه باقي تولي حتى الساعه. هذا بمعنى ان مثلا الدول الاخرى راه غيرت المسار ديالها لا سواء لا الفكري ولا العلمي ولا كل شيء. بمعنى باش نغيروا مثلا واحد الواقع عندك خصك تغير يعني المنطقه الفكريه عندك. الا ما غيرتيش المنطقه الفكريه ما يمكنش تغير واحد الواقع عندك. علم التنجيم ما نقولش انا حرام ولا حلال، لا خصك تقراه بعدا. شوفوا شكون هو بعد هذا علم التنجيم، قرا انت ما تتعاملش به، ما غادي تبيع به، ما غادي تشتري به، ما غادي تزور به، ما غادي دير به والو، انت اقرا عليا، استفد وشوف بعد اشنا هو، علم فلك يعني القياسات الفلكيه مثلا، باش نعرفوا مثلا النهار و24 ساعة و12 ساعة والساعة وكذا والتقسيمات، بمعنى خصك تكون دارسو. مثلا علاش أمريكا دارت مثلا نازا؟ شنو مفهوم النازا؟ هي منظمة نازا شناهي؟ منظمة هي مراقبة الفضاء. الفضاء اوكي، وكاين مثلا كاين
كليات اللي دايرين فيهم يعني علم فلك في القياسات كلشي يعني كاين ابحاث فيها. حنا ما عندناش الابحاث، ما عندناش اقسام ديال الابحاث، ما عندناش يعني كاين الدين دابا لا في المغرب ولا في العالم العربي كله ما عندناش فيه اقسام ديال الابحاث العلميه. بمعنى عندك واحد المثال، علم الكيمياء كان في واحد الوقت يعني مهمش، ما دخلش كاع في اطار العلم وحتى ما اعتبرينه راه حرام. اوكي، من بعد دخلوا مفهوم ديال الكيمياء، كان هذه شحال يقولوا مثلا بحال ديرنا بحال التشعوذة ولا السحر ولا كذا، تجيب ماده مع ماده تقدر هذا سحر في الاخير، ما طاف دخلوه لان عرفوا ولا صح. يعني علم التنجيم هو من اقدم العلوم في التاريخ كاع البشريه، قدم لا من الفلسفه ولا من كلش، قبل الفلسفه اليونانيه. هذا اللي معنى ان مثلا علم التنجيم كون غادي تدرسو وغادي تفهم علم التنجيم غادي تقدر تفهم الواقع ديالك وتفهم المستقبل ديالك وتفهم السياسه ديالك وتفهم كل ما يحدث. انت ما انسان غير قادر على ان يقرا كتاب سواء في الشعر ولا في الادب ولا في النقد ولا بلا ولا او تي يقول لك بان هذا الشيء راه حرام وانت ما عارفو كاع واش حرام ولا حلال ولا منين جا كاع الاصل ديالو. راه بعدا وعليك الساعه اجي عندي وقول لي واخا رجعوا لكره القدم، بما انك يعني ما حسمتيش في الاسم المنتخب اللي غيفوز بكاس افريقيا، واش يعني بالنسبه لكم نتوما في التنجيم هذا نقدروا نقولوا بان الفرق اللي غتشارك كاس العالم تاع سميتو قطر بالنسبه لافريقيا شكون تقدر تتوقع بالنسبه للمنتخبات اللي غتفوز؟ واش اللي يفوز بالكاس ولا لا اللي غيتاهل للتاهيل بالنسبه لافريقيا؟ غادي نخليوها الموضوع الجاي ان شاء الله. شكرا جزيلا، هذه احسن حاجه تكون كاع في الموضوع الجاي وتكون انت بوحديتها. شكرا جزيلا. اما بالنسبه لكاس افريقيا غادي يكون قطعا في منتخبات شمال افريقيا ديال شمال افريقيا، ويعني يعني 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 قد نقول مثلا قد المغرب ياخذوا يدي الكاس الا بغى يدي الكاس. كيفاش لا بغى يدير الكاس؟ الا بغى هو يدير الكاس، الا كان جا عنده واه يبغي يدير الكاس، كاين شي واحد ما يبغيش يدير الكاس، كاين اللي ما عندوش عزيمه باش كان عنده عزيمه فقط في المشاركه، واخا هو عنده حظوظ وعندك حظوظ باش دير الكاس، تقدر تمشي ندير المشاركه. ودابا المنتخب عنده حظوظ باش يدي كاس، عنده حظوظ باش يدير الكاس، ونهار اثنين غادي يقول الكلمه ديالو. غيفوز نهار اثنين بطبيعه الحال. لا ما تخممش. شي عبد العزيز الخطابي، شكرا جزيلا على قبول الدعوه وتتبعي قناه الفرص بريس. كما كان الحال تنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وما كرهناش يزيدنا اللقب الثاني افريقيا. شكرا جزيلا متتبعي قناه الفرص بريس.